استهلالا لسورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وبينا أن الحق سبحانه وتعالى حينما وجه كلمة الحمد وهو الثناء على المنعم ووجهها إلى الله بين لنا أن الحمد ضروري ويجب أن يكون موجودا في الوجود، ولكن لمن يتوجه الحمد؟ ومن هو المحمود؟ ولماذا كان الحمد ضرورية؟ لأن الإنسان وهو سيد هذا الكون أقبل على هذا الكون فوجده كونا معدا له إعدادا متقنا يستوعب له كل مقومات حياته وكل استبقاء نوعه، فكان ولا بد أن يلتفت عقله من الذي صنع ذلك، ولماذا تحب أن تعرف من الذي صنع؟ حتى أتوجه له بالشكر وحتى أتوجه له بالثناء، لأن هذا أمر كان ضروري وأنا لم أخلقه لنفسي ولم يدعي أحد من الخلق أنه فعله، وهو لا بد له من فاعل، فدلوني على الفاعل لأتوجه له بالحمد. فقال الله تحملا عنا: وجهوا الحمد لله. والحمد لله حيثيته في خلق ذلك الكون، السماوات والأرض هذا هو الظرف، والظلمات والنور، والإنسان وهو المظروف وهو سيد هذا الكون، كله حيثيات تؤكد أن الحمد يجب أن يتوجه إلى الله، لأنه ما دام أحد لم يدعي أنه خلق شيئا من ذلك، والمخلوقات هذه تنفعني، وما دامت تنفعني ألا أقول لمن صنعها أثني عليك يا صانع؟ إذن فلا بد أن يكون الحمد موجودا، ولكن المختلف فيه لمن نتوجه بالحمد. فأخذ الله بيدنا وقال: الحمد موجه لله. ولنعلم كيف كان من الله الفضل في أن يعلمنا أن نحمد، أننا خلق مختلفون، مختلفون في البيان، مختلفون في الفصاحة، مختلفون في الأداء، فهذا يستطيع أن يتكلم كلاما عاديا، وهذا يستطيع أن يتكلم كلاما فوق العادي، وهذا يستطيع أن يكون أديبا ليأتي بأسلوب منمق نثرا أو شعرا، ولكن الله بالنسبة للجميع واحد، فما ذنب الذي لا يقدر على البيان؟ كيف يحمد الله؟ فقال: أنا أتحمل عنكم وأعلمكم صيغة الحمد حتى يتساوى خلق الله في حمد الله. فقال: قولوا الحمد لله. ولذلك قال رسول الله: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. إذن فتعليم الله لنا صيغة الحمد له وهو قولنا الحمد لله تستحق منا حمدا جديدا. هذا الإله الذي نتوجه له بالحمد لأنه خلق هذا الكون كله وخلق السيد وهو الإنسان فيه، يجب أن يستمع إليه فيما يوجهه. لماذا؟ لأننا صنعته، وما دمنا نحن صنعة الإله فيجب أن نستمع من الإله الذي صنعنا قانون صيانتنا، لأن صانع الصنعة هو الذي يضع قانون الصيانة، فلا يصنع صانع صنعة ويأتي آخر ليضع لها قانون الصيانة. قانون الصيانة ده في التكليف: افعل كذا ولا تفعل كذا، ذلك هو قانون الصيانة. فالحق سبحانه وتعالى يقول: وهو الله، أي الذي تكلم عنه بتوجيه الحمد له وخلق السماوات وخلق الظلمات والنور وخلق الإنسان من طينه، ويجب أن لا يشك فيه أبدا. لماذا لا يجب أن لا يشك فيه؟ لأننا قلنا سابقا أن أتفه الأشياء في الوجود لم يوجد بذاته. الكوب الذي نشرب فيه الماء لا يؤدي ضرورة في الحياة،
لأنني أستطيع أن أشرب من الماء بكفي، وأستطيع أن أشرب بفمي مباشرة، إذن فالكوب لا يؤدي ضرورة في الحياة. وإذا كان الكوب الذي لا يؤدي ضرورة في الحياة بل هو لون من الترف، لم نجد شجرا يخرج أكوابا، بل لا بد من تفكير عاقل في إيجاد ذلك الكوب. هذا العاقل، بس العقل لوحده العلم ينفع؟ قال لك لا، ده العلم ما ينفعش، ده العلم وإمكانيات. يبقى لازم يكون عنده إمكانيات وعنده علم وعنده قدرة وعنده حكمة. ليه؟ أمال لك العلم علشان يشوف إيه المادة اللي في الكون اللي أستطيع أنني أذيبها كده وأعمل منها مادة شفافة ناعمة جميلة كده وأطلع منها أكواب. يبقى ده عايز جهاز علمي طويل يبحث في عناصر الأرض كلها ليعلم العنصر الذي يمكن أن يؤدي هذا. وبعدين بيبقى في شوائب، ايه اللي يطهر العنصر ده من الشوائب؟ لازم في مواد تانية كيماوية. الله، ولازم مين اللي يصرف على العملية دي؟ لازم على الناس عندها امكانيات وقدرة ومصانع وعلم وكليات. ولا كوب بسيط احتاج الى كل هذه الاجهزة. فاذا كان الكوب التافه الذي لا يمثل ضرورية ضرورة في الحياة احتاج الى هذه الاجهزة الواسعة من العلم ومن القدرة ومن الحكمة ومن الامكانيات. اما الشيء اللي بيؤدي ضروريات الحياة زي الشمس والقمر والهواء والماء تعوز ايه دي؟ الله، يبقى اذا لازم نفتكر ان دي حاجات لازم صنعها صانع. وما دام صنعها صانع عرفناه ازاي؟ أم قال لك زي ما قلنا في الأمس، ده اللي بيصنع أتفه صنع بيروح يسجل ملان اللي ابتكر ده وصنع دي ومش عارف ايه وبتاع، ويقعدوا بقى يعملوا له تاريخ وبتاع. طب بالله اللي صنع الشمس ده ما يقولناش ازاي من اللي صنعها؟ بقى اللي صنع الشمعة واللي صنع المصباح ده نعرفه ونعرف تاريخه ونعرف اتولد فين ونعرف عاش فين وتعلم فين، واللي عمل الشمس والقمر والنجوم والهواء والمية ده ما نعرفوش. قال لك هو ده اللي على نفسه الآن الذي خلقت. نقول له شيء جميل، أنا أبحث عن من فعل، لأنه لا يوجد أبدا شيء أثر إلا بمؤثر، وما فيش حد ادعاه من الموجودين، وهو قال اللي عملت. نقول له إما أن يكون صادقا وهو الصدق يبقى على العين والرأس، أنت اللي فعلت. طب ومش صادق، إما من اللي عمل؟ اللي عمل ده دري إن ده ادعى لنفسه هذه الصنعة وهو ما عملهاش ولا ما دريش؟ والله ما كانش مدريشي ونام على وجهه يبقى ما ينفعش يبقى اله. طب وان كان دري ايه اللي خلاه ما يقولش لا ده انا اللي عملته وده اللي خده مني؟ يبقى ما دام هو اللي قال انا اللي عملته ولا معارضه له يبقى هو اللي عمل، الى ان يوجد معارض. فبيقول ما دام الامر كذلك فيجب ان تستمعوا له، لانه خلق لكم وخلقكم، استمعوا له. ومعنى الاستماع له هو العبادة، اعبدوا يعني اطيعوه فيما امر والتزموا نهيه فيما نهى. وقال ما تفتكروش ان انا بطلب منكم دي بس، ده عالم الملكوت اللي انتم شايفينه برضو بيعبدني، كل شيء في الوجود عابد لي مؤتمر بامري، وان من شيء الا يسبحه بحمد ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فقال وهو الله في السماوات وفي الارض، يعني معبود، يعلم سركم وجهركم. قال لك ما دام معبود، وما دام معبود يعني مطاع في اوامر ونواهي، يبقى هل نطيع جميعا؟ نعصى جميعا؟ يطيع بعضنا يعصي بعضنا؟ يبقى لازم يعلم الامور دي عشان يرتب عليها ايه؟ يرتب عليها جزاء في الاخره، اما نعيم واما عقاب. وهو الله في السماوات وفي الارض. الذي يجب ان نعلمه ان هناك فارق بين وجود الشيء وإدراك وجود الشيء. اوعى تخلط بين إدراك الوجود والوجود، فالذي لا تدرك وجوده اوعى تقول مش موجود. يبقى الوجود شيء وإدراك الوجود شيء آخر. ازاي يا اخي؟ ام قال لك الحق سبحانه وتعالى ترك لخلقه في الوجود أسرار يستنبطونها فتبرز لهم بالمنافع، وكانت قبل ذلك مش معروفة، انما تؤدي مهمتها في الوجود او لا تؤدي. الجاذبية دي اللي ما اخترعوهاش الا في العشرين، كانت موجودة ولا مش موجودة من اول الكون ما خلق؟ وهي اللي مثل ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. الله، تبقى دي كانت موجودة بس ما عرفناهاش.
الله. يبقى اذا فيه فرق بين الوجود وبين ادراك الوجود. يوم يترك الله بعض اسراره في الكون لنكتشفها احنا علشان نقول الله طب ما هي كانت موجودة الاول وانا ما عرفتهاش ليه، ما كنتش مدركها ليه، علشان نعرف ان فيه فرق بين الوجود وبين ادراك الوجود. عشان اذا قيل لك لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار ما تنفزعش، ما يمكنش تدركه ما تنفزعش، لانك سبق انك لم تدرك لا الكهرباء ولم تدرك الجاذبية ولم تدرك الاشعاع ولم تدرك زبزبة النقل الصوتي ولا النقل الضوئي، كل ده ما ادركتوش، ومع ذلك جاء وقت ادركت ولا لا؟ اذا ان حدثت بشيء لا تدركه فاياك ان تقول ما دمت لا ادركه فهو غير ايه موجود. ونقول له ليه هنبعد ونروح للكهرباء ونروح للجاذبية ونروح للزبزبات وللموجات وليه؟ خد في نفسك وفي انفسكم افلا تبصرون، بص في نفسك، افيك روح؟ نعم. وتعطيك سر الحياة؟ نعم. وبعد ذلك تنفعل كل جوارحك، وان خرجت منك كده شوية تبقى رمة؟ نعم. طب اين هي؟ ادركتها؟ شفته؟ لا. سمعته؟ لا. شمته؟ لا. زقته؟ لا. لمسته؟ لا. هي موجودة فيك وفي ذاتك ولم تدركها، فكيف لا تستطيع ان تدرك مخلوقا لله ثم تتسامى لتدرك خالقه وهو الله؟ ازاي تيجي الكلمة دي؟ يبقى لازم ما ندركوش. ما قالك ده انت لو ادركته ما كانش ينفع يبقى اله، لو انت ادركته كده ما ينفعش يبقى اله. ليه؟ قالك لانك ان ادركت شيئا فقد قدرت عليه جوارحك، ومدام قدرت عليه جوارحك يعني عينك قدرت عليه، يبقى مقدورا لجارحتك، والقادر المطلق لا ينقلب مقدورا ابدا، مش ممكن. يبقى من عظمته انه ايه؟ انه لا يدرك. طب بالله الحلم الذي يحرك سلوك كثير من الناس، الحلم ده جرم في جسمك ولا ايه؟ وايه الحلم ده؟ ومع ذلك لما واحد يأذيك برضو تحلم عليه وتعطف وتشفق وتضحك ومش عارف ايه. اما الحلم عمال بيعمل فيك ايه؟ بيخليك تنفعل وبتعمل اشياء. طب هو ايه؟ هو اقول الحلم ده شفته ازاي؟ اذا كان بعض المعاني في نفسك وتحرك جوارحك ومع ذلك لا طب الشجاعة ما هي الشجاعة؟ انت تصول كده وتقول بالسيف وتضرب ومش عارف ايه. طب بالله ايه محيزة دي؟ شفت الشجاعة شكلها ايه؟ لونها ايه؟ الله طعمها ايه؟ ما اعرفش، انما بتحرك آلاتك دي كلها ولا لا؟ فكذلك يوجد مدرك اعلى، يوجد غير مدرك اعلى من ادراكك ليدير هذا الكون ويدير ما فيه. الذي يطيب الناس انهم يريدون ان يجمعوا بين الادراك والوجود. نقول له لا، انت ما انتش عارف حاجة ابدا، ابحث في كونك تجد هناك فارق بين الادراك وبين الوجود. طيب الوجود شيء، الوجود حتى في الاسم نفسه كلمة الله ده لفظ ولا مش لفظ؟ اهو ده لفظ زي اي لفظ لغوي، له معنى ولا ملوش معنى؟ ساعة ما تقول تسمع الله تفهم الخالق الاعلى طيب على الاول، زي ما تسمع كلمة الشجاعة يبقى لها معنى، زي ما تسمع كلمة الحلم يبقى لها معنى، زي ما تسمع كلمة العلم يبقى لها معنى. تقول له طيب احنا التلفزيون ده قبل ما يتوجد كان اسمه ايه؟ اسمه ايه التلفزيون؟ قال لك قال ملوش مفيش. قال لك ليه؟ أم قال لك لانه امر كان معدوم، وما دام معدوم ما يبقاش له اسم، لما اتوجد قلنا نسميه ايه؟ فقال سموه تلفزيون، مش كده اللي حصل؟ يبقى قبل ما يتوجد التلفزيون كان اسمه ايه؟ ولا شيء. ليه؟ قال لك ده معدوم. أم قال لك طب وما دام معدوم؟ قال لك ما دام معدوم ما يبقاش له اسم، امال يبقى له اسم امتى؟ لما يتوجد، وبعدين نقول يا ناس بدنا نسمي الآلة الجديدة اللي بتورينا كذا وكذا نسمها ايه؟ قال لك نسمها تلفزيون. اذا الاسم لا يوجد الا بعد وجود من؟ المسمى. قال طيب اذا كان الامر كذلك فكلمة الله دي اسم، امتى وجدت؟ لازم يكون لها مدلول وموجود ولا لا؟ يبقى لم يطلق لفظ الله الا وهو موجود، لان العدم المحض لا اسم له، العدم المحض ملوش ايه؟ الى ان يوجد المسمى يبقى له اسم.
ووجود الله في لغتنا ووجود جد في الإنجليزية ووجود الأسماء اللي تدل على في اللغات دي دليل على أسبقية وجود معنى هو الله قبل أن يوجد الاسم. وبعد ذلك ما جاء الكفر إلا ساترا للوجود الأول، ولذلك بنسميه كفر. كفر يعني ايه؟ ستر. طب وهل تستر إلا موجودا؟ كفر بالله يعني ايه؟ ستر وجوده. يبقى الوجود كان الأول ولا لا؟ الله، يبقى كلمة الكفر دلت على الإيمان ولا لا؟ من غبائهم حتى كلمة الكفر دلت على مين؟ على الإيمان، على الأول. يبقى أدي الوجود. اللي تعبنا ايه؟ اللي تعبنا أن نتصور الموجود، أن نتصور مين؟ الموجود. نتصوره ايه هو شكله؟ نقول له لا، اهو التصور ده هيجي لامكانياتك انت، ولو تصورته لحددته، وما دام هتحدده يبقى ما ينفعش يبقى اله، لانه بقى مقدور لتصورك ولا لا؟ يبقى من عظمته ان انا ما نقدرش حتى نتصوره. امال ايه الايمان؟ امال لك يكفي ان تدرك القوى، وهو يقول عن نفسه ما شاء، انا اسمي كذا، لان الاسم ده ما يعرفش بالعقل. ضربنا مثل سابقا واحب انكم تحفظوه وتضربوه للصغار. انت قاعد في حجرة ثم طرق الباب، كل من في الحجرة يتيقن ان طارقا بالباب، ولا حد يختلف في دي؟ ما يختلفوش فيه، في طارق بالايه. لو احنا قلنا انا اقول ده محمد وانت تقول ده محمود وده يقول ده ابراهيم وده يقول ده رجل وده يقول ده مرة وده يقول ده طفل وده يقول ده عسكري جاي يقبض علينا وده يقول ده جاي واحد جايب لنا خير، هنختلف ولا ما نختلفش؟ اختلفنا في منطقة تعقل موجود ولا تصور موجود؟ تصور موجود، انما التعقل كله ماشي. فلما ابتدأنا نتصور اختلفنا. طب امال ازاي نعمل ايه؟ قال ما تتصورش ولا تتعب ذهنك، قول له مين انت؟ هيقول لك انا اسمي فلان. يبقى ريحنا ولا ما ريحناش؟ وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا وعاوز كذا. فآفة الفلاسفة انهم لم يكتفوا بتعقل الاله وارادوا ان يتصوروه. نقول له تصوره ده مش ممكن، دع له ليقول عن نفسه ما شاء، وتنتهي الايه؟ وتنتهي المسألة، ويبقى لا خلاف ولا اي حاجة ولا. فبيقول هو، وهو الله في السماوات وفي الارض. في السماوات وفي الارض، ما اوعى تفهم انها ظرفيه، اوعى تفهم انها ايه؟ ظرفيه. ليه؟ لان كلمه ظرفيه دي يعني وعاء يبقى فيه حاجه، والوعاء به كان، الوعاء به كان. اوعى تدخل المساله دي في نفسك. اي الروح؟ طب الروح في مناخيري ولا في حته ولا في قلبي ولا في رجلي ولا في صبعي؟ ده ما فيش، مع انها مخلوق، ومع ذلك ما استطيع ولا ان احدد شكلها ولا طعمها ولا ريحتها ولا احدد مكانها. يبقى يقول لك وهو الله في السماوات، اي هو معبود في السماوات وفي الايه؟ وهو في الارض. هنا بقى بيجي في بعض ايات القرآن ايات توقف الذهن عندها علشان يستظل اذهاننا مشغولة بكلام ربنا. لو ان كل القرآن جاي كده للفهم العادي 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 كده يبقى رتبه ومر عليه كده، انما لما تيجي فيه حتة زن ونقعد بقى نعمل عليها معركة. المعركة دي مقصودة، المعركة دي ايه؟ مقصودة عشان نعيش مع مين؟ نعيش مع الله في كتاب الله. طيب، وهو هنا قال وهو الله في السماوات وفي الارض. وبعدين في آية تانية يقول ايه؟ وهو الذي في الارض وفي السماء، في السماء اله وفي الارض اله. بس كرر اله هنا، قال وهو الله في السماوات وفي الارض، انما الله ما تكررتش اهي خلاص. انما الآية التانية وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، كرر كل واحدة لها ايه؟ هنا اله وهنا. أم دي خلت السطحيين يقول لك الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، يبقوا هيبقوا إلهين ولا إيه؟ نقول له يا أخي أنت ما أنتش فاهم، افهم أهي دي الوقفة اللي ربنا عايزنا نفهم كده، عشان ما يبقاش كده كلام كلام لازم كده الأذهان تشتغل إيه؟ تشتغل فيه. تقول له تعالى، هم عندهم قاعدة في اللغة، في حاجة اسمها نكرة
وحاجة اسمها معرفة. لما تقول جاءني الرجل يعني المعروف، انما تقول جاءني رجل يبقى هو مين؟ مش معروف. قال لك النكرة اللي هي رجل دي لو عدتها في كلامك تبقى غير الاولى. جاءني رجل فاكرمت رجلا، هل هو الثاني الاولاني؟ يبقى النكرة اهي، جاءني رجل فاكرمت ايه؟ يبقوا اتنين ولا واحد؟ اتنين. انما جاءني الرجل فاكرمت الرجل، يبقى هو واحد. اتفقنا. يبقى المعرفة اذا اعيدت تبقى ايه؟ عين الاولى واحدة، لكن النكرة ان اعيدت تبقى غير ايه؟ غير الاولى. هنا بقى بدهم يعملوا لنا مطب هنا في الآية، وهو الذي في السماء إله. إله دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ما قالش ما قالش الله، إله، يبقى دي نكرة. وفي الأرض، يبقى نكرة ولا مش نكرة؟ الله. يبقى النكرة إذا أعيدت تبقى إيه؟ غير الأولى ولا لا؟ يبقى أكن فيه إيه؟ أدل إيه المطب؟ هذا الايه المطب. يقول العلماء يقولك لا، القاعدة اغلبية، مش ضروري كل نكرة تعاد تبقى غير الاولى، لان الايه دي تفسد الدنيا دي، هو الاول هو القاعدة اغلبية. نقول له برضو هذا جواب منك بيحمي التوحيد صحيح، انما مش منطقي في اللغة، مش منطقي في اللغة. ليه؟ اما قال لك لانك انت لما تقول وهو الذي، الذي دي اسم ايه؟ موصول. اسم موصول معرفة ولا مش معرفة؟ معرفة. وبعد ذلك صلته في الارض اله وفي السماء اله، انما اسم الموصول واحد ولا لا؟ يبقوا كل الاثنين داخلين في مين؟ في واحد. وهو مين؟ زي ما تقول هو الذي في البيت رجل وفي الشارع رجل، هو الذي في البيت رجل، مش بس عامل رجل علينا برا، لا ده هو برضه في البيت راجل. الله 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 الله. تبقى انحلت ولا لا؟ قل له يا بني لا تبحث في النكرة المكررة منعزلة عن اسم الموصول، لان اسم الموصول معرفة، وما دام معرفة يبقوا الاثنين داخلين في صلة الموصول، يبقى الكلام عن واحد ولا لا؟ يبقى هو واحد. وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم. طب بالله يقولك لما يقولك يعلم سركم وجهركم، طب وفايدة العلم ده عشان ايه؟ قال عشان حيرتب عليه الثواب والعقاب، يعني كن في وجودك على حذر، لان السر والجهر محسوب وحيترتب عليه ايه؟ عليه ثواب وعقاب. اوعى تفتكر انك سايب، لا. يعلم سركم وجهركم. طيب بقى لما يقول يعلم السر، مش يبقى يعلم الجهر من باب اولى؟ ها؟ طب ايه اللي يقول يعلم سركم ايه وجهركم؟ ده لو قال بس سركم كان كافي، اما قال لك لا، ما يمكن تعرف، يمكن يجي على بالك ان الله اكمنه باطن وغيب لا يعلمه الا المستور، انما اللي بره كده في البيت عارف كل حاجه في البيت جوه، انما بره مش عارف حاجه. نقول له لا، ده هو يعلم السر ويعلم ايه يعني، هو وان كان غيبا الا انه يعلم الغيب ويعلمه المشهد على الاول. او هو يريد ان يقول ان الله لم ينتظر علمه الى ان يكون المسرور به جهرا، فهو علمه من اول مكان سر، علمه من اول مكان ايه سر، مش لما بقى جهر يعرفه، لا ده هو علمه من ايه، من ايام ما كان سر، اكنه بيأرخ للعلم في ذات الانسان الواحد. يعلم سركم وايه وجهركم. وبعدين يجي يقول لك في ايه تانية اوعى تقف عند السر بس، ده السر واخفى من السر. تقول هل يوجد اخفى من السر؟ يقول لك ايوه، قبل ما يبقى سر. عارف انك هتقول ايه؟ شوف المراتب، يبقى جهر ايه وسر وايه واخفى من السر. ويعلم ما تكسبون. تكسبون؟ قال لك
ايه يا اخواتك كسبون دي؟ الكسب ايه اللي نعرفه من مادة كسبة؟ كسب يعني ايه؟ ده الكسب بينشأ من عملية فيها رأس مال محدود، وبعدين يجيلي من العملية دي ازيد من رأس المال، مش كده ولا ايه؟ يبقى الكسب مفهوم منه ايه؟ زائد عن رأس المال. طيب يعلم ما تكسبه اللي هو ايه؟ خير ولا شر؟ أم قال لك طيب ازاي يبقى في الشر تكسب ويبقى في الخير تكسب؟ ازاي دي؟ أم قال لك ايوه، لان الذي يعمل الشر اخذ فوق ما احل الله، وما دام اخذ فوق ما احل الله، احل الله له الضروري اللي به استبقاء حياته، فان خد حاجه حرام قد بعد كده يبقى ايه؟ يبقى دي زايده عن المطلوب له، تبقى زايده عن مين؟ المطلوب له. طب وان كان في الخير؟ ام قال لك هو قدم وحسنه واحده، قامت جات له بكم حسنه؟ 10. يبقى كسب ولا ما كسبش؟ يبقى اذا في دي كسب وفي دي ايه؟ وفي دي كسب الاثنين. الكلام اللي بيتكلم رب، نعم، بعد ان يبين على ذلك ان الله له الحمد، وانه خلق السماوات والارض، وانه خلق الظلمات والنور، وبعدين الذين كفروا بربهم يعدلون، وبعدين خلقنا من طين، وهو الله في السماء وفي الارض ويعلم السر ويعلم الجار ويعلم ما تكسبون، الكل دي ما بيأثرش في المنصرفين عن دعوة الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان الكلام الفطر كان يجب انهم يجوا سهل كده من غير ايه. قال ومع ذلك ما تأتيهم من آية دالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم في البلاغ عن ربه إلا كانوا عنها معرضين. معرضين، قال لك ده كان الأصول إننا نرهف أذهاننا لمن يحل لنا لغز هذه الحياة، كون بالشكل ده محكم هذا الإحكام. إحنا قلنا في الدرس اللي فات إن لمبة كهرباء شوف بتقعد قد إيه عمرها الافتراضي قد إيه، وبعدين تتغير كم مرة، والجهاز قد ايه اللي عمال بيعمل. طب والشمس اللي عمالة تدي الحكاية دي كلها ما حدش عمل لها صيانة ابدا، في الصيانة ولا اي حاجة بقى، ما كانش واحد يقعد يفكر كده ويسأل يقول ازاي دي تيجي. تقوم لما يجي لك رسول يقول لك انا هقول لك على اللي خلق الخلق ده وهو عايز منك ايه والقدرة والمش عارف، كان يجب انه يسمع له ولا لا ولا يعرض عنه؟ يبقى اول مطب في الانسان انه عمل ايه؟ أنه حينما تأتيه آية تدله على لغز هذا الوجود من وجود خالق دبر الكون قبل وجود الإنسان وجعل له فيه ما يقيم حياته ويستبقي نوعه، كان من الواجب أن تنصرف أذنه للسماع عنه، ومع ذلك أعرض. وما تأتيهم من آية دالة على صدق رسوله في البلاغ عنه إلا كانوا عنها إيه؟ معرضين. ده الإعراض، ده أول مرحلة. يا اخي لما واحد يعرض عن حاجه تبقى المساله مش هماه، مش كده؟ وهم بس وقفوا عند دي اعرضوا كده وسابوه بحاله؟ لا، هيجيب تاني يقول لك روحوا للمرحله الثانيه. هيجي في ثلاث ايه؟ ثلاث مراحل للمكذبين. وما تاتيه من ايه، من ايات، من ايات بيانيه، ومن ايات يعني من بعض ايات يعني تبعضيه، من ايات ربهم الا كانوا عنها معرضين. والمعرض هو الذي يترك الشيء ولا يعلق عليه ايمانا به ولا كفرا ولا بحثا ولا تصديا لصاحبه، معرض عنه فيه ما لهش دعوه بالحكايه. هذه اول مرتبه، فقد كذبوا بالحق لما جاءهم. ادي المرحله الثانيه، مش اعرضوا بس، لا جيت مرحله ثانيه وكذب، يبقى خرج عن الاعراض، لان الاعراض بتبقى ايه؟ سلبي، انما التكذيب بتبقى ايجابي في الضد. ادي المرحله ايه؟ التاني. وياريتهم يوقفوا عند دي يكذبهم إلا يستهزئوا باللي جايب الآية. يبقى كم مرحلة دلوقتي؟ إعراض فتكذيب، هات التالتة بقى. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله، يبقى في استهزاء بقى، يبقى خدوا التلات إيه؟ بعضهم أعرض وبعضهم إيه؟ كذب وبعضهم استهزأ. والاستهزأ ليه استهزأ؟ أم قال لك استهزأ علشان يصرف المتبع عن الاتباع. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. قال لهم بكرة تشوفوا العاقبة. ولذلك لما ضرب لنا إيه؟
وكلما مر عليه ملك ويصنع الفلك بأعيننا، مش كده؟ ووحينا، مش كده ولا؟ وبعدين كل ما يمر عليه جماعة يعملوا ايه؟ يقولوا الراجل ده بيعمل ايه ده؟ كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا، قالوا ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. طب الله، هو كان عارف الحكاية هتحصل ايه؟ قال لك لا، ما دام يصنع الفلك بأعيننا ووحينا يبقى ايه اللي يصنع السفينة دي عشان تنجي فيها من يتبعك، وبعدين اللي ما يتبعكش تسيبه ايه يغرق، بدليل انه قاله مش كده؟ ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، قالوا ايه؟ ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما ايه؟ كما تسخرون. وبعد ذلك يجي مثلا هتأتيهم الايه؟ قال لك صدقها وانتصار الاسلام بقى والعملية دي، واللي كان عمال متكبر وطاغي يجي صاغر وينزلهم ويتأسرهم ويتقتلهم، هذه الانباء اللي هتيجي له اللي كان بيستهزئ. الله، وبتيجي زي ايه؟ زي ما قال مثلا الوليد ابن المغيرة ده، تسيد في قومه ومش ممكن حد يقدر يبص له، يوم يقول ده سنسمه على الخرطوم، الفتوة دي ده احنا مش قادرين نحمي انفسنا، المسلمين مش قادرين يحموا انفسهم. وعظمة الكلمة حين تقال ان تقال في وقت الضعف اللي مش مظنة انتصار، مش قادرين يحموا نفسهم. وبعد ذلك يجي القرآن، وقرآن يتلى ويسجل ويتعبد بتلاوته، وبعدين يقول سنسمه على الخرطوم، ويبين الحتة اللي هينضرب فيها كمان، مش هنغلبه مش هنهزمه مش لا، ده هنضربه هنا على مناخيره، اللي هي محل الايه؟ الانفه والكبرياء والعنجهيه دي. وبعد ذلك يقول له في بدر، روحوا يتاكدوا الناس صحيح الضربه جت على انفه، يروحوا لقوا على انفه، يبقى جاءهم انباء ما كانوا به يستهزئون ولا لا. حتى سيدنا عمر لما نزل سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال اي جمع هذا واي هزيمة هذه واي دبر، ايه ده احنا مش قادرين نحمي ايه؟ يوم لما يجي في بدر يقول لقد هزم الجمع وولوا الدبر، يبقى فسوف يأتيهم انباء ما كان. وإلا فهل الكلام الالهي المتحدى به المتعبد بتلاوته كيف يطلق الله آية في القرآن ثم يأتي بعد ذلك الكون لا يصدقه؟ ده لو جت قضية واحدة قالها القرآن وما جاء الواقع ليصدقها كان اللي أمنوا بمحمد كفروا، إنما لازم تصدق ولا لا؟ يبقى لازم حين يقول يبقى إيه الذي قالها واثق مما إيه؟ مما يحب. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وعلى إيه إحنا لسه هنقول لهم فسوف؟ لا، ده قد حصل فعلا. إزاي؟ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن؟ الله، يبقى إذا ده واقع، يبقى فيكم أنتم فسوف، ولكن في غيركم قد كان وقد وقع. ألم يروا؟ طب ما أنتم بتمروا في رحلتكم للجنوب ورحلتكم للشمال بتمروا على إيه؟ على عاد ومين؟ وثمود، وبتشوفوا اللي حصل لهم. ثمود اللي هي بتاع صالح، وعاد اللي بتاع مين؟ هو بتاعه، وانتوا شايفين ويحدثوكم به. والقرآن لما جه يحدث ادنى على انها ايه؟ ودول كانوا احسن منكم يا سيدي، انتم ناس هنا قاعدين بواد غير ذي زرع، ولا لكوش من سيادة الحياة الا الكعبة، حتى سيادة الحياة جاية من جانب خالقكم، من جانب الخالق، السيادة اللي لكم جاية من جانب الخالق. يعني لو انه ترك الحبشة يهدموها ويحولوا الكعبة لصنعاء كانوا ضاعوا ولا ما ضاعوش؟ مم انتم غير ممكنين ولا ليكم حاجه الا الكعبه اللي هي من ربنا. ومع ذلك الناس اللي مكننا لهم في الارض وعملنا لهم حضارات وحضارات واسعه طيرناها. ولذلك لما تيجي تبحث بقى في قول الحق سبحانه وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر لعقل؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أهدي ألم يروا دي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. شوف لما ربنا بقى يقعد يوصف فأقول لم يخلق مثلها في البلاد، مع أنه حيقرنها بأشياء فيها حضارة لا تزال الحضارة بتاعتها بترن في أذان الدنيا كلها، ومع ذلك ما جعلهاش تتسامى إلى حضارة عاد.
ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. يبقى فرعون ذي الأوتاد اللي هي الأهرامات اللي بيعملها دي وإلى آخره، اللي الدنيا بتلتفت لها كأنها أرقى ما يكون من الحضارة، قال ده عاد دي ما كانش مخلوق زيها في البلاد، يعني حضارة سابقة ليه. طب بالله حضارة وصلت إلى هذا الحد ولا تستطيع أن تحمي نفسها؟ طب معنى الحضارة دي الواسعة دي والعملية دي ما كانوش يقدروا يعملوا لهم صيانات؟ ما ممكنش. طيب ما نقدرش بس ولو نعرف ايه فيها؟ طب ده الحضارة المسلمة ما احناش عارفين كانوا بيحنطوا ازاي، ولا بيطلعوا الحجارة دي ازاي، ولا بيعملوا ازاي، مما يدل على ان الحضارات دكدكت من اساسها ولم يبقى لها اثر. حضارات كلها دي دكدكت من ايه؟ يبقى اذا الله صادق، فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من اغرقنا ومنهم من خسفنا ومنهم ومنهم كل دي. يبقى اذا بيقول انتم ان كنتم، هنقول لكم انتظروا اللي يحدث لكم، لا بلاش ديا، وشوفوا اللي حدث لمين، للامام. الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن. القرن عادة هو الجيل الذي يحكمه زمن محدود او حال محدود. لو نظرت الى الزمن اقصى ما يمكن ان يكون 100 سنة. الجيل اللي في 100 سنة اللي الواحد يشوفها في ايده راجل يعني تقريبا، ده اسمه ايه؟ قرن. او هو مدة ملك وان طالت قرون، او مدة رسالة وان طالت قرون، يبقى اسمه برضو ايه؟ وإلا ايام نوح قعد يدعي في قومه كم سنة، فلبس في قومه ايه؟ 1000 سنة. الا يبقى قرن نوح ولا لا؟ يبقى اذا القرن هو جيل يجمعه ضابط اما زمني واما معنوي. فاللي زمني قال لك ما يزيدش عن مين؟ عن 100 سنة. واللي معنوي قال لك مدة ملك ان شاء الله يقعد كذا، مدة نبي ان شاء الله يقعد كذا، يبقى ايه؟ يبقى ده قرن. الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم. فاذ كنا قد اخذنا من مكنا لهم في الارض فوق تمكينكم انتم، يبقى انتم سهل ولا صعب علينا؟ يبقوا سهل قوي. وارسلنا السماء عليهم مدرارا، بدد التمكين كان ايه؟ وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم. الله، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، مش كده قال؟ جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. يبقى ربنا كان يريد منهم ايه؟ بس ان يأكلوا ويعتبر انهم يأكلون من رزق الله مش من شطرتهم. ليه؟ لان ان كان لهم فعل ففعلهم مبني على شيء لا فعل لهم فيه. طب بيحجزوا المية وعملوا سد، والسد مقرب وحشوا المية. طب بيحشوا ايه؟ لما بنوا السد، اولا نشوف بنيان السد، اولا التفكير الذي فكروا فيه في انهم يبنوا السد عشان يحفظوا مية ساعة ما تيجي لتنفعهم وقت ان لا تجيء. مين اللي عمل العملية دي؟ مش بعقل دي؟ طب والعقل مخلوق لله، ادي واحدة. طب ولما حبوا بقى يبنوا كده ويهندسوا ويجيبوا الحجارة، جابوها منين؟ هم عملوا حجارة صناعي ولا راحوا جابوها من الجبال؟ هل لهم فيها عمل ديا؟ طيب بنوا السد عشان يعملوا ايه؟ يحشوا المياه، المياه اللي جايه منين؟ الله. طب اذا المسألة وصلت لمين؟ فاذا كان لك فعل فافهم ان فعلك مسلسل الى فعل ليس من فعلك، وانما هو من فعل مين؟ من فعل الله. طيب فاعرضوا، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن إيه؟ ده ما فيش إلا أمرين، هم أمرين اثنين اللي موجودين. كلوا من رزق ربكم، الإعراض عن هذا بإيه؟ بإن ناكل من شطرتنا. مش قارون قال أتيتوا على علم؟ قال لي طب ما دام أتيتوا على علم احتفظ بيه على علم بقى. مش أنت قلت على علم؟ خلاص احتفظ بيه على علم. وكل إليه، انتهت المسألة. واشكروا له. يبقى لا كلم على انه من رزق الله بل من شطرتهم، ها، وما شكروش ربنا. فارسلنا عليهم سيل العرم.
يا سلام، جعل لهم العقاب من جنس وقالوا ايه؟ قالوا فأرة اللي عملت الحكاية دي، مش كده؟ فأرة اللي نبخت في السد كده وعملتها. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يريد ان يأخذ قوما لانهم اذنبوا ويأخذهم بذنوبهم، يبقى من السهل عليه جدا انه يسلط ايه؟ احقر خلق الله علشان يعمل لهم الايه؟ العملية. مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم، وارسلنا السماء عليهم مدرارا، وجعلنا الانهار تجري من تحتهم، فاهلكناهم بذنوبهم، وانشأنا من بعدهم قرنا اخرين. يقول لك وما ذلك ان يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله ايه؟ يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى بعد ان قدم حيثيات الايمان به واستماع الرسول المبلغ عنه بالانبهار باياته، قال هيعرضوا ويكذبهم ويسخروا، انا هم يعملوا كده وانا اجيب لهم ايه؟ ما كانوا به يرون عاقبة استهزائهم، وانا ليه هخليهم يعيشوا فترة على ما يبقى يجي الوعيد؟ لا، انا هقول لهم شوفوا الامم اللي ايه؟ اللي قبلكم، الم يروا. لما تشوف الم يروا ديا تدل على انها يروا يعني من رأى، ومش الكل رأى الحكاية دي، يجوز بس اللي رأى هم الجماعة اللي راحوا ايه؟ الرحلات انما لما رأى جه حدث ولا ما حدثش، يا سلام شفنا مدائن صالح، يا سلام شفنا مش عارف يا سلام شفنا مش عارف ايه، يبقى فيه رؤية، بس الرؤية هي سيدة الايه؟ سيدة الادلة. يريد الله سبحانه وتعالى في الجو المكفر امام الدعوة المحمدية والمقابلات اللي بيقابلها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعراضا وتكذيبا واستهزاء، يريد ان لا يسليه فقط بامر يقع بعد ذلك او بامر قد وقع لانه غير مشهود. يقول له انت ما تحاولش معاه، انت عليك ان تبلغ، لان دول ما فيش فايدة، يخافون من سيطرة كلمة لا اله الا الله، لان سيادتهم كلها مسروقة من هذه، لان معنى السيادة يعني انهم عاملين الهة على بعض، القوي عامل اله على الضعيف، والغني عامل اله على الايه؟ على الفقير، والعالم عامل اله على الايه؟ على الجاهل. والحكاية فوضى، فكلمة لا اله الا الله هتعمل ايه؟ هتسوي بين الناس جميعا، والتسوية دي مش واردة عليهم، لازم يفضلوا ايه؟ لازم يفضلوا سادة، بدليل انهم يعني انكروا ان الرسول، بيقولوا يعني الرسول ما فيش يعني لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. شو التناقض؟ اذا الكلام في القرآن مش وارد، القرآن ما بيقدروش يجوا ناحيته. الله، ليه؟ امال ليه اللي تعبكم؟ اللي تعبهم انه يجي على هذا على ايد محمد. طب لو جه على ايد واحد تاني منكم كان يبقى قال يبقى كويس، يبقى اذا القرآن ما فيش فيه حاجة منهجه كويس او وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من الايه؟ من القريتين. يبقى مسألة شخصية بقى، ويجي متناقضين يتناقضوا ازاي؟ قال لك لما يكون عند واحد منهم شيء نفيس وحريص عليه قوي يوديه عند محمد. قال له ليه؟ لانه في الامر الخاص به ما يقدرش يكذب على نفسه، الامر الخاص به ما يكذبش على ايه؟ على نفسه. ازاي؟ واحد بيبدعي السحر والشحوذة وانه بيشفي المرض مش عارف بالايه والايه والايه، وبعدين جه ابنه عايش بالله يجيب ابنه ويقعد يعمل له الشعوذة بتاعته دي؟ الله، لانه مش هيغش نفسه بقى، انما هو بيغش التانيين، فلما المسألة تتعلق به هو يبتدي يقول لا بلاش ده هنصب على روحي، ما ينفع، ويروح يشوف له واحد طبيب ولا واحد اي حاجة يعملهم. اذا فالانسان حينما تقع مصلحته امام تكذيبه يغلب مصلحته على ايه؟ على تكذيبه. الى لقاء اخر ان شاء الله.